بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج بشويش. بشويش اتكلمنا في حاجات كتير تقريبا كلها تعتبر، يعني هي مهمه لا شك، بس هي تعتبر مزعجه او مرهقه نفسيا، او يعني قضايا خلافيه وحاجات زي كده كنا بنقول فيها بشويش. النهارده بقى بشويش حاجه تانية خالص، حاجه بقى للريلاكس زي ما بيقولوا بقى، يعني للراحه النفسيه والطمانينه القلب يعني وسعاده الروح واستمتاع الأذن، وقولوا بقى في الحلويات دي كلها للصبح. الكلام ده طبعا حضراتكم انا قلته في اول الحلقة، لكن انتوا هتعرفوا ان هو واقع في اثناء الحلقة ان شاء الله، اللي يعني بإذن الله تستمتعوا بيها وتستفيدوا منها حضراتكم استفادة كبيرة جدا، لان هي فعلا حاجة جميلة جدا، حاجة ممتعة جدا، هتسمعوا فيها حضراتكم حاجة ممتازة. برحب الاول في بدايه الحلقه بضيف النهارده في الحلقه الشيخ محمد اهلا جمال بك استاذ، شهاب. اهلا منور يا شيخ بيه، محمد. نورك العاكس، الله يحفظك. طبعا يعني الشيخ محمد دلوقتي، الشيخ محمد حاجه كبيره ما شاء الله، يعني كان بدايته معانا كان لسه طفل صغير، وكنا بنلقبه في القناه القارئ الصغير، فاكر؟ وهو يعني حد، انا بالنسبه لي راجل سميع يعني، وراجل ليا في المجال كويس، هو حد يعني متفوق ما شاء الله، ربنا ربنا يكرمك يبارك استاذ، فيه، الله يحفظك، وأداؤه رائع وفوق الرائع كمان. الله يكرمك والنهارده طبعا هنسمعك ونسمع المشاهدين، بإذن الله. واللي أنا قلته في أول الحلقة هو يعتبر أقل من اللي عندك، دي حقيقة يعني. ما شاء الله عليك يعني من صغرك، حتى يعني أنا حتى قبل ما نبتدي عايز أسمع المشاهدين مقطع صغير كده وأنت تمام لسه صغير، اللي كنا بنذيعه كتير تمام ده، اه اللي هو آخر آية في الحجرات الحجرات القاف وقاف. قاف طب نسمعه مع بعض عشان تصدقوني في اللي بقوله، نسمعه مع بعض ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا اعزائي المشاهدين حضراتكم شفتوا واستمتعتوا وحاجه فوق الرائع، عشان انا ما اكونش بس بجيب حاجه من عندي، يعني اكيد طفل في السن ده بيقرا بالجمال ده والركوز ده والاداء العالي ده والنغم الرهيب ده وما شاء الله والنفس الحلو ده برضو جميل يا شيخ محمد الله ما شاء يكرمك الله. استاذ، ربنا عايزين بقى يخليك. ندخل نعرف المشاهدين الدنيا وصلت لحد فين، نبتدي بقى عشان انا مش عايز اتكلم كتير، هم اكيد مش عايزين كلام، انا عايزين يسمعوك تمام يعني، فعايزك بقى كده تبدع لنا وتسمعنا كده، نبدأ تمام الحلقة بحاجة لايف بقى مش المسجلة دي، انا حاضر. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهو
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول صدق الله العظيم. فتح الله عليك. أنا جعلها بالي حاجة كده. طبعًا القراءة رائعة طبعًا. بس أنت لسه بتسخن يعني أنا عارف. ما سمعناش جوابات وحاجات بقى من اللي بتكسر الدنيا دي. لا أنا جاي على بالي حاجة، أنا عايزك تقول الحتة بتاعت قاف تاني. فاكرها اللي أنت كنت لسه صغير دي. تقولها بنفس الأداء كده. ممكن؟ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد ان شاء الله. انا عايز اسالك على حاجه، انت يوم ما قلت دي كان يعني كان ايه اللي في مخك ساعتها؟ يعني كنت عارف انها هتطلع كده؟ لا والله يا كنت يعني بدون اي حزبان خالص، يعني فطره بس. يعني انت حتى جيت عند القلقله بتاعت الدال ساعتها، طبعا كنت صغير عن كده ما شاء الله، النفس كان خلاص يعني. لكن هي ترتيبها جمالها في النغم، الجواب اللي فيها هي جايه كده خالص. بس كويس انك لسه فاكرها برضو. لازم يعني ما شاء الله عليك، انا عهدت عليك دانع تمكن ما شاء الله. انا برضو مش عايز اجهدك كتير، بس احنا عاملين الحلقه عشان الناس تسمعك باذن الله ان شاء الله. فالله يقويك يعني. الله يبارك. سمعنا حاجه تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
صدق الله العظيم. فتح الله عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا بالنسبه لك طبعا الدراسه اكيد بتعرقل لك الدنيا شويه بالذات في السفريات وكده، السفر للخارج. بتجي لك دعوات ما شاء الله، بس يعني نقول لهم حاولوا تجيبوها في الصيف. بنتحدى شويه او يعني بعيدا عن الترمات يعني. انت لسه عندك امتحانات الايام دي؟ طبعا امتحانات الايام دي. الله يعينك الله يبارك لك. لكن ان شاء الله لما تخلص يكون المجال اوسع يعني. بعد بس برضو ما يمنعش لو حد دعاك تروح يعني. في الصيف يعني، في الصيف. طيب برضو عايزين نتكلم بقى عن السفريات اللي سافرتها. انا اول سفريه سافرتها كانت لتركيا، بعدين باكستان، بعدين بنجلاديش. بنجلاديش انت كسرت فيها الدنيا. الحمد لله يعني. زمانهم دلوقتي هناك قاعدين الحمد لله، ما عندهمش حاجه يقعدوا فيها. ان شاء الله رايح قريب هناك تاني ان شاء الله. تاني؟ ان شاء الله. طيب هم يعني اي حد بيحب القران يكون حد جميل اكيد يعني. حتى انا شفت فيديو كان الناس عامله هيجه جامده. عشان جامده هناك. في حاجه ممكن نسمعها للمشاهدين ونرجع بنجلاديش. طيب هنسمع مع بعض كده اعزائي المشاهدين برضو مقطع من حفله كانت في بنجلاديش ونرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم. الله تكبير الله تكبير ما شاء الله جميل. طبعا اعزائي المشاهدين برضو بكرر، انا ما جبتش حاجه من عندي، اديكم سمعتم وشفتم الاداء وشفتوا الجمهور قد ايه بيتفاعل يعني ما شاء الله. ربنا يبارك فيه الشيخ محمد. انا ريحناك شويه بالحبه اللي سمعوهم من بنجلاديش دول. تمام يعني برضو خفت عنك جاي من سفر وكده، انا بعزك يعني انت. الله يكرمك يا استاذ. عايزين برضو نتكلم عن موضوع الاذاعه بقى. اذاعه القران الكريم كان في 2017 كانوا عملوا اعلان لدوره تدريبيه في معهد الاذاعه والتلفزيون. تمام. فقدمت فيها وكده وخدت شهاده منهم، وقدمت طلب يعني طلب امتحانات يعني الاختبار. ولحد دلوقتي يعني في انتظار ان هم يكلموني عشان اروح اختبر. يعني الكلام ده من 3 يناير 2017. 3 يناير يعني سنتين. 17 ولا 18؟ 17 كده اكتر من سنتين. اكتر من سنتين. 3 كده. كتير. يعني مستني ان هم يكلموني عشان اروح اختبر. مش عارف بقى، مش عايز اتكلم في الحكايه دي يعني. لسه هنشوف ان شاء الله. يعني خساره يعني لما حد فيجي حد جميل كده ما فيش مانع ان الناس. لا ان شاء الله يعني. يعني او حاول تقدم طلب تاني يعني. ان شاء الله ربنا. يكون الاولاني ده ضايع ولا حاجه. ممكن. يعني ما مش بعيد يعني. شيء وارد. بحس ان احنا ما نستفيد بحاجه زي كده يعني. ان شاء الله باذن الله. وتقدم تاني وان شاء الله يدوك ميعاد باذن الله. لا تدخل مستعد ان شاء الله. والعالم يعني يستفيد منك في قراءه جميله باذن الله. ربنا ينفع بيك. الله يكرمك يا استاذ. تقدر تسمعنا حاجه ولا لا نسمع حاجه ما برضو من المقاطع اللي بره؟ اللي انت تحبه. والله انا يعني اكيد المشاهد هيبقى عايزك تقرا هنا، بس انا مش عايز اتقل عليك قوي يعني، لان عايزك كمان تعمل لنا ابتهال كمان. يعني هتقدر ولا ايه؟ عادي يعني. حاضر. على فكره برضو انا عايز اقول للمشاهدين يعني اول ما عرفتي انا بالقارئ الصغير بقى وقتها بقى شيخ كبير دلوقتي. كنا عاملين مسابقه اسمها اجمل الاصوات وقبل منها كنت انا برضو في لجنه التحكيم كده في قناه ثانيه يعني. فكانت اجمل الاصوات ديت مسابقه كبيره وفيها عدد كبير مشترك، وكان هو بقى الشيخ محمد اللي طلع فاز فيها الاول. وانا بقى بالنسبه لي يعني عجبني جدا صراحه. انت يعني وصارت بقى انت عارف مسابقه والد والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك استاذنا. فيعني حاجه تشرف يعني.
وبرضو عشان اريحه دقيقتين كمان، لما يبقى في طفل او في شاب بيسلك طريق حسن وطريق طريق جميل زي كده، لازم الناس تبقى مبسوطه بيه وتشجعه، يعني بدل ما احنا شايفين. مش عايز اضيع الحلقه بصراحه، لان لو اتفتحت في ده مش هخلص، يعني اللي حصل في المنصوره بقى والكلام اتكلم عليه في حلقات تانية، مش عايز ابوظ الحلقه، خليها روحانيه كده وجميله. يعني شباب، ما هم دول شباب برضو للاسف، يعني امه بلدنا ربنا يسترها علينا والله، من نفوس الناس ومن بلاوي الناس. يعني الواحد دمه هيتحرق وانا بنفعل، وانا لما بنفعل على فكره بمسك الحلقه بقولها، ما المصورين حتى بيقول لي انت ما بتاخدش نفس، يعني من اللي جوايا، من اللي البشر بتعمله. خلينا عم على القران وننبسط ونستمتع بالقران. خايف تكون هنك؟ لا ما فيش. طيب هتسمعنا ايه اللي انت تحبه؟ ابتهال القران. دي يعني ينفع نسمع قران وبعدين ابتهال ولا هيبقى تعبت؟ لا انا بقى خايف عليك خالص. لا انا كنت نفسي تنتع جوابين كده من اياهم دول. انا هي حاضر. بس انا مش عايز اتقل عليك. سفر وكده بس. السفر حاجات مرهقه طبعا. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا الله
أصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. فتح الله عليك ان شاء الله. انا بس عايز اقول للمشاهدين حاجه، يعني احنا اتكلمنا قبل الفقره ديت على موضوع السفر وان الدراسة ممكن بتعطلك شوية، بس احنا في الدعوات الداخلية مفيش مانع يعني، لا مفيش مانع عشان احنا بس ما نبقاش وقفنا الحال يعني لو في اي حاجة بتتحرك يعني لا يعني برضو عشان ايه الناس ما تفهمش ان احنا قلنا في دراسة، فلو حد عايز الشيخ محمد في مناسبة يبقى ما يقول ده لا ممكن يعني ايام الامتحانات بس اللي تبقى مشكله لكن بقيه السنه الحمد لله موجود يعني اي حد عايز يدعيك في مناسبه موجود الحمد لله. الحاجه الثانيه المسابقه بقى، احنا قلنا كان في مسابقه وانا برضو ان شاء الله ناوي اعملها تاني، ده بقى للمشاهدين يعني ناوي اعمل الدوره الثالثه بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي عشان اللي يحب يشترك ويشرفنا في المسابقه ان شاء الله. عايزك انت بقى تحكي لنا عن، كنت قلت لي في مسابقه جديده انت داخلها. مسابقة الأذان اللي في السعودية، رفع الأذان والقرآن العالمي. كان اللي عاملها أساسا تركي آل الشيخ، مستشار تركي آل الشيخ عاملها وقدمت فيها والحمد لله قابلت، يعني وصلت مرحلة التصفيات يعني الحمد لله. كم مرحلة هي فاتت كده؟ هي ثلاثة تقريبا، مرحلة التقديم اللي هي مشاركة وبعدين التصفية والترشيح وبعدين هي النهائية الأداء الحي، تحكيم الأداء الحي دي اللي جايه ان شاء الله. اللي جايه ان شاء الله اللي هي خير. دي طبعا عالميه. عالميه من وسط 24,000 واحد، الحمد لله كان لي الفضل ان اكون من وسطهم. الحمد لله. تأهلت يعني. لا احنا عايزين ربنا يكرمك وتكون انت اللي على الوخر خالص ان شاء الحمد الله. الحمد لله باذن الله. الاول يعني باذن الله. اللهم كم واحد بقى متأهلين ما اللي ما تعرفش لسه؟ لا ما اعرفش، بس اللي كانوا مشاركين 24,000 واحد. تمام. زياده عن 24,000. الله يرحمهم يعني. احنا عايزين بقى رقم واحد بإذن إن شاء الله، إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله كما عهدناك دائما يعني. الله يبارك لك أستاذ. تجيب لنا الرقم واحد يعني في أي مسابقة في أي حتة يعني بإذن الله. بإذن الله. شايفك تعبت. السفر بس ما فيش حتة تبتهل طيب صغيرة ومش هتعبك تاني يعني. عشان بس يبقى عملنا كل حاجة للمشاهدين يعني. لا
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رحمانا رحيما خبيرا، يا من خلق كل شيء، يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا، من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا، من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا، من حشرة كسوت الناس حريرا، وجعلت قميص يوسف من زهر يعقوب، وجعلت قميص يوسف من زهر يعقوب، فارتد بصيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. ما شاء الله، فتح الله عليك. الكلام عادي بقى بنتكلم، يعني احكي لنا بقى عن الناس اللي بره بيستقبلوا القارئ المصري ازاي؟ هناك عكس هنا، عكس هنا في مصر. هنا بيستقبلوا المغنيين والمطربين في الحفلات استقبال يعني عالمي، هناك العكس بقى. يعني المغنيين والحاجات دي ما لهمش دعوه بيهم خالص، مش عندهم اي اهتمام بيهم. اما بالنسبه للقران بقى احشاد، يعني هناك الحفله بيكون فيها اقل حفله 5000 10000 واحد جاي يسمع قران، كلهم جايين لكده. هنا تلاقي العكس بقى شويه، هناك عكس هنا، هناك تقدير للحافظ القران وحامل القران. انت ممكن هناك تبقى بالمليون يعني، مش هناك ناس يعني ناس يعني في الهند بالذات، يعني مثلا ممكن يحضر الهند وباكستان مليون واثنين وعشرة، هناك حاجات ما شاء الله كتير اصلا، يا عم بالمليار اعداد جامد، فالحفله تبقى بالمليون عادي يعني. لا هناك اعداد حلوه خالص. بالنسبه لحبهم لقارئ القران ده حاجه يعني، عندهم حامل كتاب الله ده حاجه ثانيه يعني. واحد انا وانا في باكستان، ناس من سن والدي، واحد عنده 50 سنه و60 سنه و70 سنه يقابلني يبوس على ايدي، من حب، مش حبا فيا انا، لا حبا في الحاجه اللي انا شايلها، تقديرا للقران، تقديرا للقران بس. فيعني اتمنى في ان يكون هنا الحاجات اللي بشوفها هناك اشوفها هنا، لكن هو للقراء هم ده بالنسبه للقران عموما تقدير يعني. تقدير. لكن قصدي بتكلم على المصري بالذات يعني. لا المصري له بقى هو تقريبا في حد بيحيي حفلات زي كده غير مصريين في يعني، اللي هم العالمين في يعني، واحد من اندونيسيا، من تنزانيا، ناس معروفين كده يتعدوا، اما محدودين. محدودين يتعدوا، عدهم لك وانا اعدلهم. لكن كمصريين مش محدودين يعني، في كل العالم تلاقي قراء مصريين، واحنا مشهورين بالمجود يعني بالمدرسه المصريه، المدرسه المصريه، التراث المصري. مدارس مش مدرسه، التراث المصري في طبعا هو احسن، وكله بيقلده، كله بياخد بينهل يعني. طيب انت متاثر بمين من القراء بقى؟ انا كان متوفي حاليا ولا اي حد؟ لا انا متاثر بتوع زمان شويه يعني. طبعا على راسهم سيدنا الشيخ الليسي، لا فوق الليسي بقى شويه الشيخ مصطفى اسماعيل، الله يرحمه، يليه الشيخ محمد الليسي الله يرحمه. بحكم يعني ان انت شرقاوي برضه بقى، هو الليسي قاري يعني، يعني حاجه فوق الوصف طبعا. الله يرحمه. والشيخ مصطفى طبعا انا بالنسبه لي شخصيا لا الاساس يعني، ما تتكلمش عن حد تاني يعني. الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم الجميع، رب يرحمنا احنا كمان يعني. انا بس عايز، على فكره كنا اتكلمت انا معاك قلت لك نعمل حاجه انشاد قبل كده. صح صح،
بس انت بتطنش يعني. لا ماشي ما اتكلمت عن مغنيين وكده فانا مش عايزين نزعل حد يعني. لا ما هو لا ممكن نعمل حاجه انشاد يعني برضو. لا كل حاجه في طريقها بس انا الناس تستقبلها يعني. انا مش عايز اقول ان احنا بنقلل من شأن المصريين في ان هم بيقللوا من تقدير القرآن يعني. مش بس هو فعلا بره الدول بتاعت اسيا ديت عندهم يعني حاجه حب وشغف واهتمام بالقرآن. انا فاكر حتى يعني فتره ما كنت بنقرا التراويح انا في جامع السلطان حسن وكان بيجي ناس من بره كده كان بيبقى والمصريين كانوا موجودين كلهم يعني منطقه القلعه معروفه يعني بس كان التانيين لهم ايه لمسه اشد شويه. تمام. لكن مصر هي تفضل مصر طبعا. الام في كل في دي بالذات في دي بالذات مصر يعني طبعا ما شاء الله. طبعا الحمد لله. طبعا اعزائي المشاهدين يعني ان احنا على مدار الاجيال طبعا في اجيال اللي هم العمالقه اللي هم ربنا حفظ بهم القران يعني المشايخ الكبار اللي هم جم في فتره كده ادائهم عجيب تمكنهم اعجب حاجه اصواتهم رهيبه كلها حاجه حلوه كده. انا بعتبر ان دولت من حفظ الله لكتابه ان هو يجي دول يعني. بس بمرور الوقت لما بنلاقي شباب صغير عنده المستويات ديت وفاهم الاداء ده والتمكن ده بنحمد ربنا ان الدنيا كويسه يعني. على الرغم ان كان في البعض قاعد يقول ان بعض الكبار دول ما فيش حد. لا ان شاء الله فيه باذن الله كتير. مش لازم يعني نلاقي الشيخ مصطفى اسماعيل تاني. لا 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 يعني وربنا يسهل نلاقيه يعني ما يمنعش يعني. هي كمدارس بس تكون ممتده كده. يعني هو المشكله برضو انا باخد ان كتير من الناس بيبقى عندهم حته التقليد وده بيدفن نفسه في عبايد غيره او بيضيع شخصيته. فهو لو طلع بشخصيته ممكن يكون مش حاول ينافس يعني بس يبقى موجود يعني ممكن يستحسن عند اللي بيسمعوه ويبقى كويس. وبعدين مش لازم اطلع قارئ اكون يعني انا بحب الشيخ مصطفى اقعد اقلد الشيخ مصطفى ما انا مش هبقى هو. لا 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 يعني فانا بموت نفسي. ممكن ابقى قليل قوي عنه لكن حاجه لون يعني ممكن حد يبقى عايز يسمع ده يعرفني ده فلان يعني مش بقلد فلان بالظبط يعني. دي انا ده رايي الشخصي يعني. لكن للاسف انا بلاحظ ان كتير من اللي بيقروا هو بيدخل في عبايه حد تاني وخلاص ويموت نفسه ودي اللي بتخلي الدنيا ما تبقاش ولاده بقى. لكن لو كل واحد سمع ممكن احب حد او اتاثر بيه ان انا يعني ابقى مقتنع بالاداء ده بس احط بصمتي واحط لوني يعني يبقى ده شيء مطلوب لما موت هيبقى برضو يتقال ان كان في فلان موجود بعد مش قد علان بس موجود يعني صح. حاجه موجوده وممكن في لحظه تكون يعني هم بقول دايما هم لو قلدوا اللي قبلهم هو كان في قبلهم اكيد في اكيد طبعا يعني لو احنا قلنا ان الشيخ مصطفى اسماعيل مثلا والشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي والشيخ البنا لو هم قلدوا الشيخ علي محمود والشيخ مثلا رفعت بس او كده والشيخ رفعت والشيخ علي محمود لو قلدوا اللي قبلهم اللي احنا ما نعرفهمش يعني كانت ماتت من زمان يعني كنا نسمع لكن في تجديد حلو في تجديد على فكره نفتنا ان احنا نقول حته مرتل برضه المرتل انت عارف انا بتاع مرتل يعني بس ولا نأجلها في مرة تانية. لا دي اللي انت شايفه المجود انا يعني عشق يعني انا اسمعه طبعا والمرتل انا بأديه يعني فانا تسمعنا حاجة مرتل ولا ايه ولا لا لا عادي لا تحت امرك. لو احنا كده قلنا مجود وقلنا ابتهال فممكن نسمع مرتل حاجة صغيرة كده من عناي. تمام تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله. نعم صدق الله العظيم. طيب احنا كده تعبناك النهارده، عايزين هنسيب بقى المشاهدين يسمعوا برضو فقره من الحاجات اللي في الخارج دي، نسمعهم حاجه ونختم الحلقه بقى ان شاء الله. طيب نسمع مع بعض اعزائي المشاهدين ونرجع تاني ان شاء الله. ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا زي ما حضراتكم استمتعتم وشفتم المقطع اللي عرضناه أعزائي المشاهدين. يعني أداء برضو برجع بكرر إن الحاجات دي بتبرهن على صدقي أنا في أول الحلقة في اللي قلته في أول الحلقة، وده يهمني جدا بصراحة. لكن في نهاية الحلقة أنا بشكرك يا شيخ محمد، شيخ محمد جمال شهاب، نورتني وشرفتني في هذه الحلقة، وإن شاء الله يعني نشوفك في أحسن حال بإذن الله، وتملأ العالم كله قراءة وترتيلا وتجويدا للقرآن الكريم. وإن شاء الله نشوفك قريب في الإذاعة، نسمعك قريب في الإذاعة بإذن الله، وجدعانه معانا يعني ما أعرفش ليه معطلين الطلب بتاعك. إن شاء الله يكون خير بإذن الله، ويجي عليك الدور وتدخل بإذن الله، والناس كلها تستمتع بيك وتستمتع بالأداء ده. بنشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم أعزائي المشاهدين، ونلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.